دعما للمسار الديمقراطي في البلاد عبر ترقية عمل المنظمات الحقوقية. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في ولاية العصابة بإشراف من السلطات الإدارية ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني حول فنيات الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذه الورشة التي تسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على تنفيذها بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا. لا يسعني هنا إلا أن أحثكم على مزيد من الجد والمثابرة واغتنام الفرصة لتعزيز وتقوية قدراتكم ومعارفكم بما يضمن تخصص ومهنية منظماتكم وبما يمكنكم من مواكبة التحول النوعي الذي شهدته بلادنا في المجال طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية. الورشة من خلال شروح مفصلة ستمكن من تأطير المشاركين بما ينسجم مع المصادر القانونية المعمول بها خدمة لحقوق الإنسان. تدركون جيدا مدى الأهمية البالغة للتقيد بالتشريعات والآليات المعتمدة في العمل الحقوقي وضرورة التخصص والمهنية المطلوبين تمشيا مع القوانين المعمول بها ضمانا لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة، تجاوزا للتعاطي العشوائي الغير مدروس المنافي جملة وتفصيلا لمقتضيات العمل الحقوقي عموما ولتشريعاتنا الوطنية على وجه الخصوص. توصيات مهمة خرجت بها هذه الورشة سيكون لها أثر كبير على عمل المنظمات الحقوقية في ولاية العصابة من حيث أسلوب العمل والمستهدفون والالتزام بالقوانين والنظم المتبعة في مجال حقوق الإنسان. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة كيفا.